مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا إلى هذه الحلقة من برنامجكم الإنساني الاجتماعي ترحموا. مزيد من التراحم يسكن قلوبنا جميعا، ونحن نشاهد كل هذه الحالات اللي بيزورها البرنامج وبتتفاعلوا معها أنتم بكل صدق وحب، ويعني نقول حاجة حاجة ترفع الرأس كل الإخوة داخل اليمن وخارجها. فعلوا فعلات الخير، جزاكم الله كل خير وأبعد عنكم كل مكروه. مزيد من التفاعل وسرعة الإرسال للمساعدات التي تخلينا نزور هذه المنازل ونعطيهم هذه الهبات اللي تغيروا يعني وضع بيكون فعلا مؤلم لكثير من الناس، لكن بيسعدوا وتكون سعادتهم كبيرة. جزاكم الله كل خير. في حاجة واحدة بس في البداية، أنا أشكر كل اللي بيكتبوا في الوسائط الاجتماعية. رمى قراش طبعا خالص إلا بعد رمضان، أقل بيت ندخله 300-400 ألف ريال. في فقرة عدنا كلها مليون مليونين ثلاثة بتبدأ الآن قريب. شكرا لكم، أتمنى أن تقضوا وقتا ممتعا مع مجريات هذه الحلقة. بالتكافل والتراحم والحب والإحسان، مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى هذه الفقرة، فقرة السلع الغذائية والمساعدات الإنسانية. واحدة من الحارات هنا في شارع موسى في الحديدة، نشوف هذا البيت. السلام عليكم. السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. كل سنة وانت طيب. وانت طيب. شهر كريم علينا وعليك. علينا وعليكم. اسمك ايش؟ اسمي أم وفاء. أم وفاء، سمحي لنا ندخل نصور عندك. أم وفاء سمحت لنا ندخل نصور عندها في منزلها. ايوه. ما شاء الله. السلام عليكم، كيف حالك يا حاج؟ كيف انت؟ الحمد لله. كل سنه وانت طيب. الحمد لله. شهر كريم علينا وعليك. الله. رمضان كريم. تعبان؟ ايوه تعبان، فيها جلطه الله يسلمك، ثلاث جلطات. والان يشلنا في مستشفى الثورين، عملناه تدليك. أيوة. علشان ابدا يتحرك. ايوه علاج طبيعي. الله يشفيك. وما قدرناش والله ان احنا نصلح لها العلاج الطبيعي. بسيط والله. طالبين من احنا في اليوم 2500 ريال. ايوه. واحنا والله كم يشتي جلسات؟ قالوا اقل اضافه الايمان شهرين بالكثير، متواصله كل يوم شهرين في 2000 يعني. أيوة. كم؟ 620 ألف تقريبا. ربي وفقني، واني والله ادعي لك بكل صلاه انني تواجدت بك، انا عشان تعالج العيون امي تصلح عمليه في المستشفى المغربي. ما قدرنا صلحنا لاول عمليه، اختحف من الان الثانيه ما تقدرش تشوف خلاص. ذي الان الاولى اللي صلحنا عليها ايوه، وخربنا سحبا من الان الثاني الان خلاص ما تستطيع. كم العمليه حقا؟ والله اول المغربي قالوا يحتاجون احتمال 800 ألف. تمام والله انت داري. طبعا. والحمد لله ربي وفقني بك، وانا بقول لك كل ما قدم رمضان قول يا الله انت لاقب عبد الملك السماوي. مشاهدين الكرام، هذه الامرأة السيدة طيبة ويعني حالتهم على قدرها وتحتاج العملية دقيقة، اي مساعدات منكم بنعمل لها العملية ان شاء الله في صنعاء. بالنسبة لأبوكي موضوع ثاني، التدليك. أيوة أبي موضوع، أنا أقولون تدليك. أيوة. علشان انقلط، علشان يمشي يرجع طبيعي. لازم أيوة واصل، إنه ما يقدرش يمشي يطيح. كل ما يمشي يمشي يطيح. صح. أيوة قالوا له ضروري تدليك. نبدأ على حاجة حاجة. معكم سلة غذائية مقدمة من سبأفون، 20 عام مستمرون لأجلكم. السلة هذه فيها مجموعة مقاضي بتشوفها ان شاء الله كويسه رمضان. الحمد لله. الحمد لله. في مقاضي ومعاهم قطمه سكر وكيس دقيق وقطمه رز، ذي 50 ألف ريال مقدمه من سبأفون، قلنا 20 عام مستمرون لاجلكم. ذي 50 ألف ريال تخليها معك. وفي مبلغ مقدم من اتش بي فاست الحوشبي للصرافة، 100 ألف ريال، 100 ألف ريال تخليها معك. وفي 50 ألف ريال مقدم من فاعل خير طاورة جزاه الله كل خير. الله يستر عليه ويحجي عليه يا رب ان شاء الله بإذن الله. امين. تسلمي. هذا قلنا تخليه معك ان شاء الله، تبدأي تعالجي والدك والوالدة، نجمع لانه الوالدة اذا في مبلغ لها. انا عملت لها نداء انساني، اي مبلغ باقي بنضيفه فوق هذا وتطلعوا بعدها تدي لي صورة من حقها هذا، مش التقرير العيون، نعمل لها إن شاء الله تخفيض في مستشفى المغربي في صنعاء. ومعاكي 50 ألف ريال هي لزوجة أخوكي. إيش اللي قالت فيها بنتها
بنتها الصغيرة هذه معها تضخم. هذه 50,000 ريال مقدمة من فاعلة خير أم ليث، جزاها الله كل خير. الدعاء لها ولأولادها والأسرة، الله يستر عليها ولأولادها. آمين. يرزقك يا رب بإذن الله، يرزقك يا أرحم الراحمين. يا الله جزاك الله. تسلمي. شاهد الكرام، لولا أن احنا دخلنا منازلهم واستأذننا ودخلنا ما كنا عرفنا هذه المشاكل الصغيرة واكتشفنا هذه الحالات، وإحنا مش ساكتين ولا بنسكت، لازم نعمل لهم حل زي ما بنعمل لكل القضايا حلول. نشاهدكم مشاهدي الكرام في فقرة ثانية على خير. بالتكافل والتراحم والحب والإحسان. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا لهذه الفقرة، فقرة السلال الغذائية والمساعدات الإنسانية. هذه الفقرة أثارت يعني لغط كبير عند بعض الناس، وصلت يقول لك ما تروحوش الحديدة ولا تصوروهم ولا. وأنا اليوم في واحدة من هذه الحارات، طبعا احنا بنصور بنستأذن بننسق مع العقال، بنحاول بقدر الإمكان ما ننزلش بالشكل هذا. في ناس باحثين وباحثات اجتماعيات بينزلوا قبلنا بشهرين بثلاثة، نختار بعض الأسر إذا حدث إنه في أسر ثانية، وكلهم بصراحة مستحقين. المفروض إنه البرنامج هنا في الحديدة عشان تشعروا ناس مساكين وغلابة وسهلوا كل خير. أحاول أنا بقدر الإمكان أنقول لكم بعض الصور. أنا فقط في واحدة من الحارات أنا أسأل استفتاء ردي، أنا ما بردش على الناس اللي بيكتبوا، ردي الوحيد إذا توسعت الكاميرا الآن بتشوفوا الناس في منتهى الجمال في واحدة من الحارات هنا في الحديدة. وأنا بس أستأذنهم وأقول لهم هل إحنا نزور، مسموح لنا نزور البيوت؟ ايش رايكم؟ اسمع يعني احنا بنقول بقدر الامكان ايش معاناة الناس، ايش مشاكلهم، حالة الصعبة. هذا اللي حاصل حاجة واحدة، الفكرة كذا سليمة ولا كذا؟ سليمة. سليمة والشجرة المثمرة اللي ترقم. ايوه، اللي حاصل حاجة واحدة، انه انتم كيف الاخوان الفاعلين وفاعلة الخير ملايين الريالات بيدوها، واحنا بنيجي بعد كده فقرة عدنا، احنا بندي سياكل وموتورات للناس، بنسقف بيوت، بنعالج ناس، كيف بيعرفوا اذا ما دخلناش المنازل؟ ما حد يعرفك اذا ما دخلت المنازل ولا شفت اوضاع الناس. ودخولنا مبرر ومستأذن وسليم. ومستأذن وسليم وبتنسيق عبر العقال وعبر اصحاب البيت. وكله راضي وكله. ايش رايكم يا شباب؟ اكمل الفقره هذه ولا لا؟ ناصر واصل هذا البرنامج. اذا واصل هذا البرنامج وعلى موافقه الجميع وابناء الحديده جميعا واصل. شكرا وشكرا على برنامجك هذا. شكرا جزيلا. اذا نبدا هذه الفقره مشاهدي الكرام ونواصل البرنامج. نشوف. السلام عليكم، كيف حالك يا حال؟ كيف انت ابا؟ ايش اسمك؟ عبد الرحمن صغير. عم عبد الرحمن كيف انت؟ كل سنه وانت طيب وشهر كريم. الله يعلم الجميع ان شاء الله. تأذن لنا ندخل نصور عندك؟ تفضلوا. اتفضل يا عم عبد الرحمن، البيت هذا حققه؟ ما شاء الله. انتم مستاجرين ولا كيف؟ الارض مستاجر الارض. ها ما شاء الله وبنيتم انتم ما شاء الله عليك. طيب عرفنا على اسرتك نشوف. ما شاء الله. انت ايش تشتغل يا عم عبد؟ ايش كنت تصلح مخاد و ما شاء الله. بس الحين الحمد لله الوقت الامل خف علينا. الله ربك الحمد لله مستر الحال. عرفنا على الاولاد هذا ابني. ايوه عنده تكسر. ايش ها انا مريض ما تكسر اثنين ايام. أيوة. ما تكسر. أيوة. تكسر في الدم. تكسر في الدم. ايش يحتاج؟ تكسرت الدم. يحتاج علاج. انا قبل 20 يوم وانا يبوا لي دم، كنت مريض نقل الدم. محتاج علاجات. ما قلت له لا علاج ودم ده يا ابو لي دم. الله يدي لك العافيه. وهذا بقيه البنات، بناتكم هنا ما شاء الله متعلمات. اثنين اتكسرت في الدم، علاء وناصر. ها وين الثاني؟ علاء بعد وراح حكم بطور. ليش دحين منو اللي يقوم بصرفه عليكم؟ انا ايش معنا موتورات دحين بنزل موتور معنا موتور اشتغل به انا بالليل يعني من العصر لليل ويشتغل للصباح. احتاج يعني ادويه تقريبا كذا كم تقريبا؟ يعني حبوب منه شريط بينه 3 شريطه كل شهر 3000. اسبوعيا شريط الواحد. شريط الواحد 3000 منه 3 شريطه. وينفع يعني الحمد لله يخليك كويس يوميا استخدمه. أيوة يوميا حبه زي الاسبرين زي ايوه يوميا. لا مش تمام اقول لك زيه الاسبرين. أيوة. عاده كذا شوف الطارية يعني تطفى على حنا حما وصف لو بطر على حنا تدخل على الماء لمن
ان شاء الله الغرفه يضل لحنا المي والله. نداء انساني مشاهد الكرام، الاولاد هذه الامراه هذا واخوه، واخوه عندهم تكسرات وبيقولوا انه يحتاجوا الى علاج يومي لمده يعني 35,000 ريال اسبوعيا مدى الحياه. هذا الكلام الحلو، يعني انت ما تقدرش تساعدهم لانه الحمد لله اديت دورك، الان هم يقومون بالدور بدالك طبعا. هم يصرفوا اليوم الحمد لله. اقول يا رب يا دنيا ولي قبل لا تعرف جهلتيك، ابو بكير ماشي لا امل ولا جمل، وانا جالس اسال نفسي عاد عمره 3 شهور، وانا جالس القفا يقول غيط غيط غمز ولا هيل ولا اصبر حاجه. الحمد لله معلش ان شاء الله خير يما. اما ولي عيوني ها. يقول لي والله ما عاد ربي امين انا بينا ما في الله يهب لك الصحه والعافيه ان شاء الله. مليك وانا صنعاء هنا لا خوف ضم بكم العمليه بكم كم انا 40 50. اوه خلاص احنا نبدا نحل المشكله على شويه شويه. في سله غذائيه، في سله غذائيه مقدمه من شبكه آمن يما، من شبكة الامتياز لتحويل الأموال، واحدة من نشاطات شركة المنتاب إخوان للصرافة والتحويلات المالية، معها قطمة سكر وقطمة رز وكيس دقيق. هذه 50,000 ريال أولا من شركة الامتياز، شبكة الامتياز للتحويلات المالية، فيها واحدة من شركات شركة المنتاب إخوان للصرافة والتحويلات. هذه 50,000 ريال تخليها معك، وذي 50,000 ريال من أم عماد في السعودية فاعلة خير خليها معك، وذي 50,000 ريال من فاعل خير لروح والده الله يرحمه محمد البرعي في أمريكا، 50,000 ريال خليها معك، الآن معك 150. هذه 50,000 ريال مقدمة من طاورة خليها معك، ذي 50,000 عشانك أنت عشان عيونك تقولي هذا من سلطنة عمان مسقط من مسلم العفاري وأولاده خليها معاكي، الآن معك 250,000 ريال. احنا كملنا ندور لكم ندعم الله ان الله يجيبكم لنا ويشوف حالتنا انا كيف حالتنا. في معنا شنطة تراحم وفيها فيها ملابس عشان البنات. اذا بهذا القدر مشاهدي الكرام وصلت الى نهاية هذه الفقرة، مزيدا من التعاطف والتراحم يسكن قلوبنا جميعا لمثل هذه العائلات العزيزة النفس والرائعة اللي لولا البرنامج هذا، واتمنى كل البرامج يعملوا نفس الرسالة وهذا شيء عظيم. أشوفكم على خير بإذن الله في فقرة ثانية بإذن الله. بالتكافل والتراحم والحب والإحسان. شكرا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حارة الهنود هنا في الحديدة، واحد من الأحياء القديمة. نشوف هذا البيت. السلام عليكم، اسمك؟ اسمي طاهر أبكر. عمي طاهر، يا عم طاهر تسمح لنا ندخل نصور عندك؟ تفضل حبيبي. سمح لنا عمي طاهر ندخل نصور عنده؟ تفضل يا عم طاهر، حياك الله. هذا بيته ان شاء الله بيت قديم باين عليه. ايوه قديم. قلت لي ايش تشتغل انت؟ ايش كان شغلك؟ انا واقف من عمل. ايش كان عملك؟ عملي كنت مرنج. مرنج ما شاء الله كويس، الحين خلاص. ايوه العيال يشتغلوا ما شاء الله عليهم. هذا وقع له حادث سياره. هذا الحين في الدماغ يعني جرب ارتجاج. ايوه ارتجاج يعني ما في. الله يشفيك يا ولدي. قال لي ركب الراس وكسر في الترقوة. سويت عمليات وكذا. اربع عمليات وخمسه اخذوا مني عينه. الف لا بس. ايش كان يشتغل ولا ايش؟ هذا كان يشتغل على موتور الحمد لله. الله يدي لكم العافيه معلش. طيب في سله غذائيه احنا بنقدمها في البرنامج مقدمه من شركه رشاد بحير النقب للصرافه والحوالات الماليه، في قاس سرعه انتشار، وفي معها قطمه سكر وقطمه رز وكيس دقيق. والله ما اقول ان شاء الله والله يجعلهم يزحف. امين امين، انتم تستاهلوا كل خير. في 50,000 ريال ايضا مقدمه من شركه رشاد بحير النقب للصرافه حوالات الماليه، 50,000 ريال تخليها معك يا حاج، تنفع مصاريف حاجات كذا. جزاك الله خير. لكم ايش؟ نعم يعني مستعيرين الدبابات. أيوة الله يدي لكم العافيه. الجار للجار الان والله اخرج اشتري دبه الان. خلاص تشتري هذه 50,000 ريال مقدمه من فاعل خير ابو العساف، خليها معك وقد دبا غاز تشتروها الان زي ما قالت والغساله. جزاك الله خير. الله يكون في عونك. كذا كويس كويس. شكرا. تمام شكرا حبيبي. شكرا اشوفك على خير. الله يكون في عونك. يهب لك العافيه. هذا تستاهل انت. الله يكون في عونك والله ينصرك على من عاداك. امين. سلام يا بابا. سلام، دعوتك مقبوله ان شاء الله. البطاريه ايش في بالبطاريه؟ ضعيفه ضعيفه. وذي 50,000 ريال عشان البطاريه تخليها معك ايضا. الله يكون في عونك. كويس. جزاك الله خير.
هذه الخمسين الألف ريال من فاعلة خير في الكويت جزاه الله كل خير. كذا كويس. شكرا شكرا. كذا خلصنا. الله يكون في عونك. آمين يا محمد طاهر. جزاك الله خير. إذا مشاهدي الكرام احنا نكون وصلنا إلى ختام هذه الفقرة في واحدة من الحارات العريقة الرائعة في حارة الحدود هنا في المشرع يسموها جانب الصديقية في الحديدة. لكم مني أطيب التحيات ورق المنى وأشوفكم إن شاء الله فقرة ثانية على خير. التكافل والتراحم والحب والإحسان. سيدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذه الفقرة. هذه الفقرة واحدة من الفقرات يعني نقول استثنائية لأنه فيها الخير وصدقة جارية كما يقولون. مناطق كثيرة جدا هنا في الحديدة حارات بتحتاج لمثل هذه الآبار. هذه الآبار أنتم بتشوفوها من فاعلات الخير وفاعلين الخير جزاهم الله كل خير. هم بيقدموا إسهامات لمساعدة الناس بيحتاجوا لمثل هذه الآبار، صدقة إن شاء الله جارية، وندعو الله أن يثبت أجر كل من يعمل مثل هذه المشاريع. السلام عليكم، كيف حالك أستاذ؟ الحمد لله. كيف أنت؟ كل سنة طيب. وأنت كذلك. بالنسبة للآبار هذه يحتاجها الناس؟ نعم بكثرة، بكثرة أيها. لأن الماء ينقطع واصل. بتحل مشكلة؟ بحل مشاكل مش مشكلة. عملية الحفر بتاخذ وقت من يومين إلى ثلاث، وإن شاء الله يعني إحنا بنرجع نعمل زيارة ثانية. الآن مراحل متقدمة في العمل، الدكة حق الخزان موجودة والخزان أيضا موجود معنا. هذه واحدة من الآبار يعني أهل الخير، هذه فاعلات خير، أم فهد وأم إسماعيل وأم حمد وأم أحمد من قطر عملين، يعني صدقة جارية بيخدم ناس كثير جدا وأسر كثيرة. وهذا الواقع يعني لمسنا في نزولنا الميداني لعدد من الحارات اللي فعلا كلهم طلبوا مثل هذه المشاريع. إن شاء الله تمام الآن؟ إن شاء الله الحمد لله. كيف شفتم أنت؟ الحمد لله خير. بترتبوا العملية؟ أيوة نرتب، احنا واقفين علي هون نملي الصباح الساعة أيوة. ما يدير الطاقة للشمس وبعد ما هذه ما تفصل بعد الظهر نأبي ثانية. وكيف الماء هنا؟ الحمد لله الحمد لله. يعني إن شاء الله يكون وفقنا احنا في برنامج خير. جزاكم الله خير. الله يسلمك وجزاء الله فاعلة الخير. جزاهم الله أحسن الله عليهم. الحمد لله ويعني في مكان وقته. الصح ووقته. أيوة الحمد لله. مزيد من المشاريع إن شاء الله مثل هذه المشاريع الحيوية أنتم موعودين بها ونحن موعودين بالعمل الخير جزاء الله كل خير اللي بيتفاعل مع هذه الأشياء وبيقدم هذا الدعم السخي للبرنامج. الناس محتاجين مياه سواء هنا في الحديدة أو في مناطق أخرى. مزيد من الفقرات اللي فيها نوع من الخدمات اللي بيقدمها فاعل وفاعلة الخير بنشوفها إن شاء الله فقرات هذا البرنامج. والشكر الكبير لفاعل وفاعلات الخير اللي بيتفاعلوا مع البرنامج ونداءاته. مزيد من المساعدة نقدمها للمحتاجين في فقرة الدنيا بخير بنشوفها إن شاء الله في هذه الحلقات. وأيضا مزيد من المشاريع الخيرية اللي بتعود بالفائدة مثل الآبار الارتوازية والآبار المياه اليدوية بنشاهدها إن شاء الله في هذه الحلقات. بالتكافل والتراحم والحب مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا إلى هذه الفقرة، فقرة محسرون. هذه الفقرة قلنا أنها جديدة هذا العام في برنامجكم تراحموا. الفكرة جاءت أنه كيف نقدر نساعد نفك ضيق بعض الناس. كل قضية سنراها تختلف عن الأخرى، قضايا مدنية. كيف قصتك أنت؟ كل إيش اللي حصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قدر الله بحادث صدمت واحد يعني قطع اتجاهي ووقع لي نزيف داخلي. سيارة كان معك ولا ايش؟ لا لا موتور. سواق موتور انت؟ سواق موتور. وقع لي نزيف داخلي بعدين سعفنا للمستشفى. جلس حوالي 4 أيام في العناية وبعدين ادينا تكاليف العلاج عالجنا وتوفى. صدمة كبيرة. اي نزيف داخلي وقع في الدماغ. رحتوا المحكمة يعني؟ ايوه حولونا للمحكمة. حكموا عليك؟ حكموا علي ب1,600,000 دية وأنا لا أستطيع دفعها ومعسر
وأسرتي لا توجد لديهم لا مال ولا دابة ولا شيء. أسرتي في الحديدة مستأجرين. أنا أشتغل يعني وأرسل لهم كل. تصريف على عام تصريف. كم عدد أسرتك؟ أسرتي معي يعني 5 بنات وثلاث أخوتك. 3 أخوة صغار. 8. تصريف عليكم. طيب قدر الله وحصل نقول هذا خلاص اللي حصل حصل. وإيش ومن دفعت شيء أو دبرت من عشان تخلص مشكلتك؟ ما قدرت لا أستطيع دفع شيء لأنه ما بشمي أحد هنا وهناك لا لا يستطيعوا أن يعطونا شيء. ما حد ساعدنا؟ ما حد ساعدنا. أنا عامل الآن على حكم إعسار. طيب قلت لي حكم الإعسار بيجي لك إن شاء الله، أنت في أمل إن شاء الله. إن شاء الله. يعني بينظروا، أنا أعرف كل سنة بيدوا مبالغ لناس. كم قدرك أنت يا أليس؟ أنا مين شعبان. شعبان السنة الأولى. سنة الآن وشوية طبعا. أي. رقم حالته بيظهر لكم الآن. أي مبلغ ستعطوه إحنا نحط تلفون ونتواصل معه لن يسلم المبلغ إليه سواء اللي بيعمل بها اليوم في البرنامج أو المبالغ اللي تأتي ستسلم إلى المحكمة موجود سند وبعدها يفرجوا عنه هذا معروف. في مبلغ 200,000 ريال مقدم من شبكة الامتياز للحوالة المالية، هي إحدى شركات المنتاب للإخوان للصرافة والتحويلات، هذه 200,000 ريال. وفي أيضا مبلغ 100,000 ريال من فاعل خير هو ما يحبش يذكر اسمه لروح والده الله يرحمه ويسكنه الجنة هو وأخته، عملوا هذا صدقة يدوها لروح والده. وفي أيضا 200,000 ريال مقدمة من بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل. بنك اليمن والكويت بنك رائد وعظيم في مثل هذه الحاجات وقدم 200,000 ريال، هذه 500,000 ريال يعني نص مليون ريال، حتحل إن شاء الله جزء كبير من المديون اللي عليك، ستسلم طبعا للمحكمة هنا وإن شاء الله إذا حل قضيتك بتذاع الحلقة بإذن الله والناس حيشوفوها ولك رقم حالتك ورقم الحلقة وأي مبالغ الجماعة بيشدوها وإن شاء الله منزوركم في نهاية رمضان لو تكون قد خرج. قضية بسيطة متر صدم واحد شوفوا على إشكالية للآن سنة ومش لاقي فلوس وبيته مقفل وأهله يعني مأساة صح؟ ايه انت حزين اللي حصل؟ حزين على أهلي لأنه ما بحد يدي لهم و... يعني حد معك مشكلة ثانية أوقفت حتى مصروف أهلا ما وقفتهم ما حد يدي لهم مزاكي طبعا لو تشوفوا بس من فقرة ما بتضحكش الحزن اللي على عيني الله ممكن معلش اكتفي بهذا القدر مشاهدي الكرام واشوفكم فقرة ثانية على خير. التكافل والتراحم والحب مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه الفقرة، فقرة المساعدة الإنسانية والسلة الغذائية حارة شمسان واحدة من الحارات في الحديدة. السلام عليكم كيف حالك؟ اسمي عماد محمد على عماد كيف حالك يا عماد؟ اللهم لك الحمد. تسمح لنا نصور عندكم؟ هذا يسمح لنا سمح لنا عماد نصور في منزله هنا في حارة شمسان بالحديدة. بكل الله يا كيف أنت؟ الحمد لله كيف حالك؟ فين أسرتك؟ هذا أسرتي ما شاء الله صباح كيف حالك يا أمّا؟ الحمد لله كيف أنتِ؟ الله الحمد لله الحمد لله بخيرين لكن تعبانة كيف حالك يا حقة؟ الحمد لله إيش في بي؟ تعبت الكريم وضغط بيني وبين كل شيء أيوة الله يديلك العافية أيوة لا لا ما تبكيش ما تبكيش عشان نقدر نتكلم هذا من هذا العذاب ومن هذا الله يديلك العافية يا أمّا أيوة عشان نقدر نكلمك وأنت إيش في بيك سلامتك؟ أنا عندي الكلى تعبان عشت رجلي أيوة أوه ما أقعد نقيمت على جبني ولا أقعد نشي الله يشفيك الكلى إيش في بها؟
تعبان معي شويه تعبان. أيوة. كان فيني السرطان. أيوة. وبعدين الحمد لله بخير. الحمد لله. قال لك في تسددات في هنا شرايين. ايوه. وايش عمليات ولا ايش عمليه؟ علاج. مشاهدي الكرام، هذه الامراه الطيبه راحت امس عملت لها يعني كشف، فشفتم الحكايه، حكايه انه تعرضت للسرطان الحمد لله تباخرت فيه، وعندها الان قضيه الكلى وعمل لها هذا الانتفاخ في رجلها، تحتاج الى يعني عمليات جراحيه وعلاجات. واصل قس عالق 20 50 3 علاج مدى الحياه. اذا حبيتوا تساعدوها فعلوا فعله خير يساعدوها، واحنا ناخذ تلفونهم وان شاء الله نتواصل معهم. باقي الحق ايوه، ايش اللي انت محتاجه يا امه؟ كل شيء محتاج. علي 700 حق العلاج كله، 700 علاج والله حق العلاج. نعم انا تعبان بالسكري، كل شيء فيني. برنامج بيقدم سله غذائيه، مقدمه من شبكه الامتياز لتحويل الاموال، واحدة من نشاطات شركة المنتاب إخوان للصرافة والتحويلات، ومعها كيس دقيق وقطمة رز وقطمة سكر. احنا نبدأ على حاجة لشبكة الامتياز لتحويل الأموال، واحدة من نشاطات شركة المنتاب إخوان للصرافة والتحويلات، قدمت 50,000 ريال. هذه 50,000 ريال من فاعلات خير في كاليفورنيا، جزاهم الله خير. تخليها معك يا أمه بداية لقضية علاجي كنتي. بالنسبة للدين حقيقي يا أمه، هذه أنت قلتي 700,000، إحنا نبدأ نجمعها الآن. هذه 50,000 ريال مقدمة لك من فاعلة خير أم ليث، جزاها الله كل خير، تخليها معك. وهذه 50,000 ريال ثانية، 50,000 ريال من طاورة، جزاها الله كل خير. وفي مجموعة ملابس مقدمة من فاعل خير في السعودية، جزاها الله كل خير. إذا مشاهدي الكرام نكتفي بهذه الفقرة، وأشوفكم إن شاء الله في فقرة ثانية على خير. بكل هذا الحب مشاهدي الكرام، هو أبلغ رد اللي يكتبوه أو ما يكتبوش في الوساطة الاجتماعية. أيوة. احنا نحب الحديدة والحديدة تحبنا، وسنظل إن شاء الله معهم دائما في مثل هذا البرنامج. تراحموا بكل حب، يحبهم ويحب كل الناس هذولا، وإن شاء الله أشوفكم فقرة ثانية على خير. اللهم اكتب لنا خير هذا اليوم وكل من أيام بسعادة ورضا ورحمة منك. ربنا اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ربنا زدنا من خيرك وبارك فيما رزقتنا من فضلك. أسأل الله أن يحبكم محبة يطيل بها أعماركم ويزيد بها أرزاقكم ويزكي بها أعمالكم ويسر بها حالكم وبالكم. اللهم اجعلنا ممن عفوت عنهم وغفرت لهم وكتبت لهم الجنة. اللهم ازرع المحبة في بيوتنا. اللهم آمين يا أرحم الراحمين. ويظل الأمل موجود يسكن قلوب الناس، ويظل الأمل موجود يسكن قلوب الناس، بالتكافل والتراحم والحب والإحساس، بالتكافل والتراحم والحب والإحساس، بالخير والمعروف والعطف والإحساس، أكيد باني شوف كف العطان براس، بالخير والمعروف والعطف والإحساس، أكيد باني شوف كف العطان براس.